انت بعد ما كنت في السويس وخسرت النهائي مع المقاولين العرب اعتزلت بعديها؟ اعتزلت تاني سنه على طول. لا لعبنا في نزلنا الفرقه هبطت ولعبنا في الدرجه الثانيه، فانا ما كانش بقى ايه يعني نروح نلعب في ابو كبير. سمعت مره محادثه في بيت الشبكه متعلقه في شباك طبعا في ابو كبير، وقعدت عرب وبتاع وريحه ملوخيه تجنن وانا واقف في الجون. ف يا ده عاوز العيش بس. لا ما انا قلت لهم ما تاكلوهاش كلها يعني انا هخلص. خدت قرار اعتزالك ازاي؟ لان وانا اخر سنه بدات اخد الدراسات بتاعت التدريب. تدريب يعني اهلت نفسك وانا بلعب. يعني حراس المرمى ليها دراسات مخصوص ولا الدراسات العامة؟ الاول بتدرس كل العلوم زي ما التربيه الرياضيه وعارف الفسيولوجي والسيكولوجي وعلم التدريب وكل حاجه دي اساسي. طبعا دول كان فتره كبيره يعني شهور. وفي كان يعني الدراسات الاساسيه وبتاع الاساسيه بالظبط. ورحت النادي الاهلي ازاي؟ ما انا هقول لك اهو. ايوه انت بتقول اشتغلت، انا بقول لك انت فكرت ازاي ورحت ازاي النادي الاهلي؟ ما استقبلوك ازاي؟ انا كان معاني عندي 8 جنيه في البيت. 8 جنيه اه من الثروه اللي انت كنت بتعملها دي كلها؟ ما كل ده انت عارفه بقى. طيب فام عبد الرحمن قالت لي انت زهقان انزل روح النادي الاهلي اقعد مع اصحابك كده وفرش وبتاع. قلت لها ال 8 جنيه هيطيروا. انت كنت على البلاطه؟ خلاص كنت على البلاطه؟ ايوه. انت ضيعت فلوس كتير. كان هي بقى ايه تبيع لنا سلسله تبيع لنا غويشه طول عمرها اصيله يعني. ربنا يخليها لك يا رب يا ست جميله. ف نزلت على النادي الاهلي؟ نزلت على النادي الاهلي. هل في وانت كده وانت ما نزلت على الاهلي في بالك انك هتشتغل في النادي الاهلي؟ ما انا جاي ادور على شغل. انت جاي تدور؟ بس الظروف ساعدتني جدا. انا داخل والكابتن صالح وش في وش قال انت فين يا ابني انت في الامارات؟ قلت له يا كابتن ولا في الامارات ولا حاجه. قال لي بص صفوت في الملعب، فاكر الملعب التاني اللي هو الصغير الهوكي؟ كان الهوكي مسميه ملعب الهوكي. الهوكي. تروح هتشتغل معاه دلوقت وانا هاخد قرارك بالتمرير. يا اقسم بالله ده الحاجه دي فيها حاجه لله. رحت لصفوت الله يرحمه. الله يرحمه. قال لي انا عارف احنا بندور عليك وبتاع والكابتن سايس مدي عنك فكره كويسه. قلت له حصل كذا كذا. انت كنت عملت مع كابتن سايس قبل كده الله يرحمه؟ اشتغلت معاه مدرب. فين؟ في السويس. في السويس. هو بقى كان بيدور طب ما نكلمك في ليه او اقول لك تعالى ولا الكلام. السنه اللي مشي الكابتن سايس خلاص بقى فجه جهاز تاني ما اختارنيش. فحصل بقى الوقفه اللي على الباب دي ورحت للكابتن صفوت. وفعلا الكابتن عماد اليمان الله يرحمه جاب لي ملابس وجزمه وكل حاجه خلاص ونزلت مدرب. خلاص استلمت خلاص. وانا ماشي بقى قلت لصفوت انا مش هقدر اجي بكره. قال لي ليه؟ قلت له كذا 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 وكانت معايا فلوس وهرجع مش هيبقى معايا فلوس اجي تاني. ده سنه كام الكلام ده؟ سنه 91. 91 او 90 تقريبا يعني. فراح منادي الكابتن عماد وادوني مبلغ محترم. رجعت بقى بكل الفواكه اللي في البلد. مراتك قالت لك ايه ساعتها؟ هي كان يعني عندها ست يقين. صبوره. عندها يقين كمان ان انا بجتهد قوي في موضوع التدريب ده. بتحبه؟ فبشتغل على نفسي كويس وبذاكر كل حاجه حتى التدليك بتلاقيني بقرا في التدليك العجن والنقر. ولازم المدرب يبقى عنده كل بيلم بكل الحاجات المهنية. واللي ما بيعملش كده انا قلت للمدربين وانا بحاضرهم قلت لهم اللي مش هتعلم المهنه هتلفظه لان دلوقتي العالم مفتوح وكل الناس عارفه ايه اللي بيحصل في كل مكان فهتضحك عليهم مش هيخيل. دخلت التدريب ودخلت النادي الاهلي وسلموك الشنطه اللي فيها اللبس التريننج والجزمه والكلام اللي احنا عارفينه بتاع التدريب ده. بدات اول يوم ليك تدريب تفتكر كنت بتدرب مين من اللعيبه الصغيرين اللي هم طلعوا؟ بس احنا معانا تقرير من حارس مرمى انت كنت يعني بدات تلمعه وتكبر اسمه. فعارف مين؟ ما مش عارف. الهاني سليمان. ده ولد موهوب. نسمع بيقول ايه؟ لان لما عرف ان انت موجود معانا قال لي لا انا عاوز ابعت رساله للكابتن ناجي. اتفضل يا محمد. مساء الخير عليك كابتن مصطفى. في البدايه طبعا
انا عايز احكي طبعا فعجالة كده تجربتي مع مدرب واحد من اعظم المدربين في تاريخ الكره المصريه، كابتن احمد ناجي. بدايه انا اشتغلت مع الكابتن ناجي لمده 3 سنين، الفتره اللي انا قضيتها في سموحه او ممكن سنتين ونص. انا كالهاني سليمان تيجي تسالني اقول لك انا حاسس ان انا بدايه حياتي الكرويه بدات مع وجود الكابتن احمد ناجي. واحد من افضل المدربين اللي انا اتعاملت معاهم في كل شيء، سواء من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه السلوكيه، سواء بره الملعب استفدت منه بشكل كبير جدا. طبعا انا شايف ان من احسن فترات حياتي في الكوره معاه. اشتغلنا بشكل كويس، بدأنا يعتبر من الصفر، يعني تحس ان انا كنت ناشئ ولسه كابتن ناجي بيجهز جون ان هو يلعب ويظهر بشكل كويس. فالحمد لله يعني عملنا احسن موسمين ونص مع بعض، اجتهدنا، كابتن ناجي تعب معايا بشكل كبير جدا، انا الحمد لله كنت عند حسن ظنه في الماتشات وعملت اللي عليا، والكابتن ناجي تعب معايا كتير، استفدت منه كتير جدا، استفدت منه جوه الملعب اكتر ما استفدت منه بره الملعب. يعني بره الملعب استفدت منه حاجات كتير من الناحيه الشخصيه والسلوكيه والتعامل، جوه الملعب طبعا حاجات كتير جدا استفدتها منه. يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا حاسس ان انا اول مره اعرف الشغل ده، او اول مره اتعامل باحترافيه كده. كنت الاول ممكن اكون بشتغل لكن ما كنتش فاهم اللي بيحصل. كابتن ناجي يعتبر واحد من المدربين اللي ليهم اثر كبير جدا عليا، يعني حتى بعد ما مشى الواحد الحمد لله ماشي بشكل كويس. ربنا كرمني الفترات اللي فاتت دي كلها بفضل ربنا عليا، ثم هو لان عرف كابتن ناجي وصلني لمكانه كويسه الحمد لله، وعن طريقه الحمد لله ربنا كرمني ورحت منتخب مصر. فاللي انا عايز اقوله ان تجربتي مع كابتن ناجي يعتبر من احلى وافضل وانجح الفترات اللي انا اتمرنتها مع مدرب حراس مرمى بالحجم وبالاسم الكبير كابتن احمد ناجي. فانا الحمد لله يعني اشتغلت مع مدربين كبار، لكن كابتن ناجي يعتبر واحد من افضل المدربين انا اتعاملت معاهم، فانا بتمنى له التوفيق في تجربته الجديده مع نادي سيراميكا، وبتمنى له التوفيق في حياته بره الكوره، لان هو شخص رائع جدا وشخص محترم جدا. فبتمنى له التوفيق وبتمنى لنفس التوفيق، وان شاء الله ربنا يكرمنا انا وهو باذن الله. بعد الكلام ده بص، هو اي حد واحد زي هاني لما بيتكلم الكلام ده بيتكلم بكلام نابع من جواه، لازم تكون تركت معاه بصمه. لا هو طبعا يعني انا سبت الفرقه، يعني هو يعني وانا بقول لك لازم يكون تركت بصمه. يعني دايما انا بعمل سيكونس علاقتي في الشغل مع الحراس، يعني كل حاجه ليها توقيت. يعني حتى الشغل على السلوكيات او الشغل على العادات اللي هي التقليديه والموجوده، وانت عايز تغير ايه، لان علم النفس دلوقتي ما بقاش زي زمان. لا طبعا علم النفس دلوقتي اللعيب بقى بيتغير مع كل زمن، ما تقدرش تجيب يعني اجيبه كده واقعده واقعد انصح فيه، لا الكلام ده كلام بطل خالص. انا ممكن تقول له كلمه في اول اسبوع، كلمتين في نص الاسبوع، 3 كلمات في اخر الاسبوع، يعملوا جمله. الجمله دي يبقى ليها اثر عليه على حياته، عشان يعني يعيش عليها. هو لا هو مش استاذ وتلميذ، لا الحكايه بقت واخده منحة تاني، وبطاريات نفسيه وحاجات علميه بحته. ايه بطاريات علميه؟ يعني انت بتبقى عايز تشحن بشكل معين، في توجيه معين، في توقيت معين، في استعداد. يعني العامل النفسي عليه طبعا جزء كبير جدا جدا. يعني مثلا انا عايز اعمل وحده تدريب مثلا حمل اقصى، لازم اعدلها نفسيا طبعا. يعني هو مفكرين الناس الاعداد النفسي ده ان واحد مثلا لا واحد بيسهر وواحد مش عارف ايه فبتجيب، لا ده الحمل نفسه عايز اعداد. زي ما يكون مثلا فرقه خسرانه 4-5 وهتلعب بعدها بيومين 3، لازم تهيئ اللعيبه كويس قوي وتتكلم معاهم. فهو الهاني امانه يعني انا بعتبره هو دلوقتي سنه يعني مش صغير، لكن انا عارف انه هيلعب 3-4-5 سنين لسه.
انه بيموت في حاجه اسمها تدريب زي الحضري كده، نوعيه الحضري كده. ومن الناس اللي انا حبيت موهبتها، يعني في ناس انت تحب موهبتها. انت دربت مع مدربين، احيانا لو ما فيش تفاهم بين المدرب حراسه المرمى والمدير الفني بتحصل في حاجه كده تبقى ناقصه في الملعب، او بين اللاعبين وبين المدير الفني، او بين مدرب حراسه المرمى، يبقى في كده تحس ان في نقطه فراغ كبيره قوي. يعني انت دربت مع مين مدربين قعدت مع فتره كويسه او استريحت له؟ هو اكتر فتره كان مستر مانويل اللي مرنت معاه هنا وفي ايران كويس. مستر كوبر قعدت معاه 5 سنين او اكتر. مرنت بقى مع كابتن حسام البدري، مرنت مع راسفال سيسكو في قطر، مع نبيل معلول في قطر، مع بونفرير، مع ديكسي طبعا. كنت موجود في الفترات دي انت. مع كابتن فتحي مبروك، كابتن انور سلامه في ليبيا. لفيت الدول العربيه كلها. فلا رحت يعني اليمن؟ لا اليمن رحت زياره طبعا. طيب لكن طبعا مرنت مع سامي كبير، اجري. وهنا المدربين المصريين انا قلت لك حسام. كابتن حسام بدري، كابتن فتحي مبروك، كابتن انور سلامه طبعا. وطبعا بقى المساعدين اللي كانوا مع المدربين الكبار كان محمد يوسف واسامه عربي وكابتن مختار.